السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في تحليل الكانتي ديال اليوم الجمعة مساء اللي غادي يكون دائما على الباري فانسن رينيو 1 كاتريام كورس. الكورسة غتكون فيها 16 عود في الكورس الأوروبيان 68 ألف أورو. المسافة غتكون في 2716 عود. بالنسبة للبيست غتكون في الجران بيست. على كل حال الإخواني 16 عود محطوطة دي فيها لي فيميل وغالبا لي فيميل هما المرشحين في هاد لاكورس. كاين الجلامور كوين جون فيليب فيليب دوبوا وكاين رقم 13 غويشا سبيد اللي غير كيف عليها جون ميشيل بازير لأول مرة من الخيول ديال 7 سنين. الفيميلا كاين ديفين دو نافاري وكذلك رقم 9 وكاين فرنش واي اوف لايف الفيميلا تا هي ديال وكاين فيستا دي فرولاي رقم 15. على كل حال اخواني الكرام غالبا الخيول المرشحه غتكون عند لي فيميل، فقط فيميلا وحده غتكون في الديليسي او لا اوتسايدر هي الرقم 9 ديفين دو نافاري عند 0 بوين. ديليسي غيكون فراغونار ديلو رقم 12 والان سيرانو دي بي تا هو غيكون ديليسي. الاوتسايدر ديال لاكورس كاينه 3 10 14 6 9 11 هادو هما الخيول اللي غيكونوا في الاوتسايدر. وفي سيكوند شونس كاين 13 المنافس ديالو هو الرقم 4 وكاين الرقم 8 فرانش واي اوف لايف وفارفارونوغ رقم 2 وكاين 7 إيريكا فري وكاين 16 والكنز وآخر عود في الفافوري هو الخمسة. والجران فافوري ديال لاكورس هو الجلامور كوين ديال ديبوا. بالنسبة لديرنير مينيت غيكون عند الرقم 10 وبلي غابيد سوغ لو باركور هو العشرة ميور كرونو سير لو باركور هو لوديس إيطوال دو كيني. كاين رقم 3 تابعو في الكرونو كاين 15 و5 و1 و7 و8 و12. الخيول اللي ما كايناش هي 4 13 هادو هما اللي عندهم كرونو بالاخص رقم 13 كرونو ما اهلوش باش يدخل مع هادو عنده 1 15 هادو صحاب 1 13 و1 12. بالنسبه للديرنيير سوكسي كما كنشوفوا كاين الكات والان والدو الكات 2022 باش كتعندو هاد العود 6 سنين ربح لينا لاكورس 2700 ايغال عود جاي لينا من يعني عود مزيان يستحق 13 جاي لينا من الكرون ناسيونال دو تروت على ما اظن وكان بلاصه كان جرى مع الخيول ديال غرون ناسيونال دو تروت في لافال كان في البروميير بوطو الفانسن ديالو في 2700 ما كيديرش لينا هاد الكاتيجوري ان 15 في كيمشي عليه جون فيليب موكنا هو عاود اللي عنده لا فينيش 13 تيمشي تقريبا مع الخمسه الاولين السته الاولين ولكن تبقى عندي نوعا ما هما والكات واش يجيو بجوج واش يجيو واحد. هنايا الاخوان الخيول ديالنا غادي نمشيو ليهم مباشره غادي نمشيو عند الكات ضد 13 والسات ضد 2 والسانك. اعتقد لا باز اللي ما عندوش السانك ياخذ العشره لان سانك دي خص يبان فيهم واحد. استغنيت على العشره في ميلتها هي وداخله في البلي رابي ديال الاولى يعني اللي ما عندوش الخمسه راه ياخذ العشره. بالنسبة اللي شوفوا اسويفر كاين 3 غامبل الريفر وكاين في ستيف شارمون رقم 6 وكاين الكنز وكاين 16 وكاين فراغوناغ ديلو رقم 12 حتى هو غادي نضيفوه وكاين فرانش اوف لايف رقم 8 يوهان بورجوا يعني حتى هي فيميلا يعني اللي فيميل اللي كاينين كاينه 4 13 15 8 هادو هما اللي فيميل. بالنسبه للكاتريز اللي تايق فيهم راه غيديرهم في لاباز 7 دو اوبليغاتوار ربما غتكون عند 7 ربما غتكون عند 7 اللي بغى يلعب لاباز وحده صراحه. كاين الكات والتريز انا غادي نمشي مع الكات الكرون فافوري ديال لاكورس وغادي نمشي مع 7 اي ريكافري
غادي يمشي لعند الخمسة، نيفار يعني نيفار وبازير يعني 5 13 نوعا ما قليل في كيتلاقاو هاد الجوج. غادي يمشي مع الكات ومشي مع السات ومشي مع السانك، وغادي نمشي مع عود ما بين 15 او السايز واحد فيهم، وغادي ندير الاكس 3 6 12 8. تيبقى الاخوان اللي عنده شي عود راه غادي يضيفو. هادي هي لا باس ديالنا 4 5 15 7 4 5 15 2 4 5 6 7 4 5 6 2، وكيبقاو لي شوفو اسويفغ مور اكس يعني 3 6 8 12. اللي بغى يلعب باز وحده اعتقد هي لا باز ديال 4 5 15 7 او لا 4 5 6 7. دو نوعا ما عندي عليه واحد الاعتراض والله اعلم. المهم 7 2 راه غادي يطلع فيهم واحد، والكات والطريز غيطلع فيهم واحد، والكنز والسيز غادي يكون فيهم تا هو واحد، والاوتسايدر ديال لاكورس غيكون عند 3 6 8 12. هادو هما لي زوتسايدر ديال لاكورس. بعد الصحافه زايده الويت، بعد الصحافه ما زايداش الويت. تنظن نون سيتي هادو. كنتمنى التوفيق للجميع الاخوان، دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.